11:07 دقائق. مرحبا بالناس اللي تحكوا بينا الآن الآن الآن، نرحبوا بيهم من جديد ونقولوا لهم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. من جديد من جديد يلتحق بينا بوغوس الرياضة أمين جلانزا في ثوب جديد، تفرجوا. بونجور عسلم. الله الله ملتون المريول رواندي افريقي رواندي اسمه أديس أبابا. الله لا تسمى أديس أبابا أديس أبابا أديس أبابا. خذيت منهم ثلاثة دولي ولا أربعة من رواندي. شو جبت للأولاد؟ شو نحط؟ لا جبت ولا جبت للأولاد هكا شوية كدوات صحيتك. نوصي لك كان تحب من رواندا، ماك تعرف عندي علاقاتي، عندي أصدقائي في كيغالي في كيمورونكو ماركت اسمه، هذا سوق مشهور برشا كيما سوق ليبيا يعني. كيغالي نوصي لك اللي تحب تقولي شنو اللون اللي تحب عليه وجهها. يا جميل ويجيب بولاد وبنات كيف كيف ولا فما حاجة؟ اي لا كيف كيف لا لا يونيسكس كيف كيف يونيسكس حط ولبس. انا دوما متاع سيفي هبلو هكا تلقى مروح اي مروح والقماش يبرد ولا بالحق بيان سور مروح والقماش يبرد. شوف ياك كعيبة في الأورانجي نشوف لك مع البرونزاج في الصيف تطلع حاجة هان. حتى سراويلهم حلوين على فكرة. وينو بخوش؟ شوفوا لي بخوش. وين هاشتاج وينو مريوح هداك شي تكمل كان ليه ليه بشي جبنا ما احنا احنا وصيناه جلانزا على المريول وقلت له نحب مريول هكا ولا انتهى الموضوع. ماني قلت لك عاد من البارح سي انتهى الموضوع وعطيتني التاي وعطيتني اللون. باهي نمشيو للمبي باش نحكيو شويه مع محمد هادي بخوش على اجواء السفر الى قروة. قروة ذي مدينه بعيده على المبي 1400 كيلومتر. ونزيدك معلومه وجوج راهو سامحني جلانزا يا لطيف ماني ما في ليش انا ما نفهمش. لا المنتخب راه باش يمشي في طياره معناها اموره مريقل المنتخب ياخذ فلوس بعد يمشي من دولة الامبي. لكن الصحفيين باش لقاو مشكل كبير في التنقل الى مدينه قروة بما انه لي زوتوروت والطرق في الكامرون هي وزاد الاوضاع الامنيه مش لك الكل في المنطقه اللي نحكيوا عليها اللي فيها الامبي وفيها قروة. يلا نمشيوا للكامرون ونتواجد زميلنا وصديقنا مبعوث يفهم الخاص رجل المهام الصعبه محمد الهادي بخوش. بلا مرحبا بك. مرحبا بك امين. مرحبا بالساده المستمعين. قلت انت قلت من الانبياء لا توا نحن موجودين في دولة خرجنا منها الانبياء بعد هزيمه منتخبنا الوطني التونسي البارح توا موجودين في دولة نشوفوا قاعدين في الايروبور نستناو فماشي طيارات حقيقه كي نحكي لك الوضع يا امين ما احكيش 1400 كيلومتر كان نخرجوا 1400 كيلومتر كان نخرجوا توا نخلطوا مع الماتش بالضبط نهار الاحد باش تفهم انت الطرقات لهنا باش تفهم يعني برشا صعوبات لقينا لهنا الاعلاميين ما احكيلكش البارح خاصه بعد الهزيمه خموا كيفاش نمشيوا لقروة. قروة راهي مدينه بعيده بلاصه بعيده طرقات ما احكيلكش يعني عرفتك طرقاتك اللي نتاع نحن نقولوها سفاري هذيك هكاك بالضبط طرقات ترابيه وحجريه زاد مش حجريه نجم يتعداك اسد يسلم عليك ولا حاجه ولا ما يصيرش تعمل صوره مع حاجه جديده علاش واناناس وبنانه كهاو تخيبها من الخدمه فما استاجيت غريبه بخوش نوت كوكو مال شني بربي لا تتغشش بخوش وينك الهادي مزت معنا هاي بي امين الو واصل الهادي نسمعوا فيك اي امين ما سمعتكمش خاطر الريزو قاعد يتقص هذاك علاش خلينا نعطي شويه اخبار المنتخب الوطني التونسي اللي ان شاء الله يسافر اليوم مع ماضي ثلاثه من يمشي يخرج من البيت ديجا خرج من مدينه الامبي خرج يوصل لهنا دولا باش يحول لقروة فول في ساعه ونص دونك الاربع ونص يبدا غادي في قروة قول انت ما وصل لوتيل ما كذا باش يعمل حصه خفيفه وغدوه باش تكون حصه اخيره قبل مواجهة المنتخب النيجيري مباراة صعبة المنتخب الوطني التونسي. خلينا نقولوا اللي منتخبنا في مهمة بريسك مستحيلة. علاش مستحيلة؟ نيجيريا مرتاحة نهارين في غادي في قروة موجودة في قروة تلعب قروة نحن ديبلاسمون وعندنا ديكا كوفيد فما اللي كوفيد باش يقعدوا في الامبي اللي نزلوا مرضى باش يقعدوا في الامبي باش يخلطوا على المنتخب الوطني التونسي. يعني شوف الهزيمة نتاع البارح والمرتبة الثالثة قداش باش تعبنا
هي هذيك المشكله معناها واجهه تو الملاعبيه العشره اللي مازالوا مصابين بالكوفيد. وقتاش باش برا وقتاش باش يخطوا على اصحابهم الكاروا؟ كيفاش باش يتنقلوا وحدهم؟ فريمون عديد نقاط الاستفهام فيما يخص التنظيم في ظل جائحه الكورونا اللي هي على الناس الكل، لكن في الافريق تاثيرها كبير. تو كان جينا مثلا في اوروبا سهل التنقل، سهل برشا التنقل، تاخذ تران تاخذ طياره في نص ساعه تكون في بلاد اخرى. ستوب يا ولدي في الافريق هاك تشوف كيفاش لي كونديسيون، هاك تشوفوا كيفاش الظروف. دونك انت بالهاتا ومتواجد في دولة وتستنى تلقى شي طياره تهزك القروة معك ولا؟ الو امين، والله ما سمحني انت كده عاد الريزوكا هذه حتى الامور التقنيه على قدها في الكامرون، لا في ميكس كول لا تليفون لا انترنت، حاسينوا هاكم تشوفوا على عينيكم في الاوضاع. بل ها قلت لك انت توا في دولة وتستنى في رحمه ربي، فماشي ما توصل قروة هكا ولا يا الهادي؟ انقطع هادي يا هادي، هادي وليدي ها، تحس ولد عمك لي بعيد يا بلها تسمع فينا بلها؟ والله يلا انقطع الخط. توكن هكا نرجعوا نتصلوا بمحمد الهادي بخوش. ماتش البارح تفرجت فيه انت وجوج ولا؟ انا الحقيقه بديت شويه من بعد حسيت قلقت قلقت خاطر انا كل يسر هكا على اعصابي نبدا البارح وجوج المنتخب اللي لعبناه المنتخب غامبيا مصنف 150 عالميا احنا 30 عالميا، معناها البارح بلغة الكرة معناها بالحق قدرنا نتاح بعد هزيمة كيما كيكا ضد منتخب غامبيا. المنتخب كان مخيب للأمال على جميع المستويات، إطار فني ملعبية برشا ملعبية ما قناهمش. أنا مثلا نشوف سيف الدين الخاوي نقول بالحق سيف الدين الخاوي خذ عديد الفرص مع المنتخب الوطني التونسي وما ورانا حتى شيء لحد الآن، حتى على مستوى الفرق معناها مع الوام ولا كليرمون سنة ما لعبش برشا مارينا شيء. البارح مثلا حمزة رفيع أخذ فرصة كيف كيف ضيعنا برشا ضيعنا برشا الإفكاسيتي قدام ما ضيعنيش ما وصلناش للكاش إي إكزاكتومون ما فماش إفكاسيتي للكاش. ليس سخيري بون ليس سخيري مضروب ورجع من كوفيد كيف كيف ماهوش ليس سخيري نتاع العادة. نقاط استفهام عديدة فيما يخص المردود، ما فماش هوية ما فماش بلان جو ما فما حد شيء معناه. تلوم على الناس كل تلوم على الإطار الفني على الملاعبية والأكثر من هذا وجوج نعرفش أنت كان شفت اللقطات ولا لا، قلة الانضباط الانديسيبلين تاخذ زوزة ورق حمر وانت على البنك المدرب منذر كبير والحارس فاروق بن مصطفى تصور انت تو انت فاروق بن مصطفى خذا ورقه حمراء وعنا حارس اخر مريض بالكوفيد هو ايمن دحمان، معناها زوز حراس فقط البشير بن سعيد وعلي اجمل، لا قدر الله واحد مرض بالكوفيد فيهم الزوز هذوما اللي قاعد تكمل بكارديان برك. دونك مونك دانديسيبلين معناها قله انضباط كبيره. انا البارح حسيتهم على اعصابهم برشا، انا البارح على اعصابهم برشا حتى المناوشات ما بين الملاعبيه زاده تحس لي فما برشا تسيب. هو ختمها ختمها كما قالت وجوج المناوشات ختمها حنبال المجبري وسيف الجزيري اللي تعاركوا على باس ولا كوره ولا اللي هو ما عندك حتى مبرر. الناس كل تتفرج فينا عالم كل يتفرج حتى تفرجت قبيله في سيكونس على وسائل التواصل الاجتماعي معناها الكلام اللي تقال ظاهر معناها فما كلام الناس تقرا الشفايف فما كلام كما قال لؤي كلام ما يتقالش. نقاط استفهام عديده فيما يخص الانضباط شفنا حتى على بنك احتياط المنتخب زملائنا في اف ام تي في نجم ورينا تصاور رئيس الجامعه هبط على بنك الاحتياط المنتخب الوطني التونسي ها وقالوا عناوين توصف الصوره هذه قالوا انه رئيس الجامعه يعدل الاوتار يعني هو اللي هبط يعني كانه يدخل في خدمه الاطار الفني. فما نقطة أخرى زادة نقطة سوداء نقوله في سجل المنتخب الوطني التونسي، أربع ضربات جزاء ضايعة يا راجع على التوالي من فرجاني ساسي في 2019 في نصف النهائي ضد السنغال، ثلاثة ضربات جزاء توا في الدور الأول في كأس أفريقيا للأمم وكلهم تشاتوا بنفس الطريقة بنفس البلاصة بنفس الطريقة كانت تحط عليه شو تو يماركي واحدة فيهم على الأقل من أربعة نجم يماركي واحدة ليه بالحق خاصة يعني أربعة خاصة البيناتيات اللي جانا في الكاف في الكاف يا أخي وتشيك بيناتي أنت ماكش لاعب حتى شيء عبارة كادو معناتها شد ماركي تعدى في الطرح معناتها ما أكثر من هكا دازين ما نجموش نعملوا معكم وشيء باقي ذي غريب الأمر تشاتوا بنفس الطريقة يا راجل على اليسار
دومي فولي على اليسار كان شوت شوس المساكني ضرب على اليمين ولا على اليسار؟ على اليسار، على اليسار من لاعبي، على يمين، على يمين الحارس المرمى. دونك هذه زاد نقطه استفهام كبيره فيما يخص ضربات الجزاء. الملاعبيه طلبوا سماح بعد الماتش، برشا طلبوا سماح من الجماهير، منهم مثلا بلال العيفه. بلال العيفه ممكن منتصر الطالبي هما الوحيدين اللي يمكن اعتبارهم كنقاط مضيئه في الدور الاول بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. تحكي كلام على لي كونديسيون، على ارضيه الميدان اللي هي خايبه برشا، واضح هذا انها خايبه برشا، مش علينا احنا برك، على الناس الكل. ارضيه الميدان صحيح كارثيه، شفنا اكسيون في اول مباراه كالباس اللي عطاها ديفونسور جامبيا لحارس المرمى، بمبيت بيه هربت بيه نقزت الكره قول ارنب ولا هي تحسها كل الظروف ضد تؤدي الى الكاميرون في الاخر. الحقيقه نتاع ربي مش كان علينا نحن، انا الحقيقه البارح كنت نتفرج في الماتش وجوج فما فلوستراسيون ما بين الملاعبيه، كأنهم تحس اول مره يكوروا مع بعضهم، اللي يهز في يده على باس واللي متغشش. وريت مثلا بلال عيفة برشا مرات يتغشش التالي كل شيء، والفازه مثلا اللي دارت برشا البارح في السوشيال ميديا كل شيء، وانه منتخب التونسي اللي يجيب بينالتي هو اللي شوتها نتقال صحيح من الفرجاني الساسي حتى يكشي البينالتي البارح سيف الجزيري اللي يجيب البينالتي هو الشوت. بريوريتي نتاع العباد اللي تشوت بينالتي. بون منظر كبير حكي بعد الماتش، قال مثلا بينالتي يوسف المساكني كان باش يشوت علي معلول، لكن بما انه ربحين اربعه حاب يدخل صاحبه في التورنوا، كان مريض وعنده بيريود ما لعبش، هي لعبه ما خذت خاطر، هي ما فيش قال استحسنت الحركه هيك. بو مازلنا ما روحناش من كان وجهه صحيح انه الترشح الطعم نتاعو مر الحق بثلاثة نقاط، الثالث في البول، مرتبة ما تليقش بسمعتنا وتاريخنا في كرة قدم والرياضة ككل. في أفريقيا باش نلعبوا ضد عملاق والمنتخب النيجيري، ثلاثة على ثلاثة، تسعة نقاط في الدور الأول. منتخب نيجيري مرعب حقيقة، منتخب نيجيري اللي فيه باللعبه تشوفهم وين يكوروا الحق، مرتاح علينا نهارين، مرتاح نهارين وما بدلش البلاد في قروة منتخب نيجيري 1400 كيلو هي مش مشي على سقيمة، قالك ساعة ونص يكونوا موجودين تغيير منطقة الإقامة ولا مقر الإقامة يقلق وجهها، مش كيما مستنسين مثلا منتخب نيجيريا كيما منتخب تونس واحد على بلاصتو واحد منك وعنا لك كوفيد، احنا اكثر فريق اكثر جوستومون هذيك علاش انا حتى اليوم الصباح حكيت شويه مع الاولاد حسب ما ما ما, ما عبدي يحس يقول لك اللي معناها مرضى وهبطوا يلعبوا مش يكون الاداء نتاعهم راهو واو، معناها باش يبداو مازالوا تعبين، بدنيتهم مازال تعبه ولي كونديسيون زيده غاديكا. هاو معنا بخوش ديما يحكي يقول لي كونديسيون صعب شويه على على الملاعبيه صعب برشا، دونك نفسانيا هذاك علاش بتتر نحسوا اللي فما هكا شويه اعصاب مشدوده ما بين اللاعبين، معناها هبط عليهم كل شيء، ومعنا احنا تشبيهم كان هما مرضوا عليه اش فما ما عندنا زاد احنا شويه مالجري وجوج البارح ماتش ما كانش فيه بريسيون خاطر ماهوش ماتش مصيري واحنا متاهلين. خلينا نحكي لك شويه على مواجهه نيجيريا والهيستوريك نتاعنا مع نيجيريا. تعرف انه عندنا عقده ممكن مع منتخبات افريقيه اخرى كيما مثلا منتخب الكاميرون، بالحق منتخب الكاميرون معذبنا بلغه الكوره، نيجيريا عندنا كلي قلبة بقلبة معاهم مالجري نيجيريا قوية وبتاريخها في الكرة. المواجهات المباشرة مع منتخب نيجيريا 20 مباراة جمعت الفريقين، 6 انتصارات لتونس 6 انتصارات لنيجيريا قد في لي فيكتوار، 8 تعادلات 4 انتصارات لتونس في المباريات الرسمية مقابل 6 لنيجيريا. آخر جزء مباريات في إطار كأس إفريقيا للأمم فازت بهم نيجيريا، المباراة الأخيرة كانت مباراة ترتيبية في 2019 في مصر 1-0 في دقيقة ثالثة هدف إيجالو، والماتش قبل الاخر كان 2006 في الربع النهائي وقتها مصر ربحت، وقتها نيجيريا عفوا ربحتنا في كان مصر. زوز ماتشات اخرين تلعبوا في مصر، احنا نهار 11 فيفري 2004 يوم تاريخي بالنسبة لتونس والكرة القدم التونسية، فوزنا عليها وقت ضربات الجزاء خالد بدرة زوز ضربات جزاء، واحدة في الوقت الأصلي في دقيقة 82 وواحدة في حصة الضربات الترجيحية. دونك هم عندهم الأسبقية ممكن في المباريات الرسمية علينا نحن بلك شي تعاود نحن سيناريو 2004
ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه ان شاء الله علاش ليه، لكن الظروف حقيقه تخدم اكثر المنتخب النيجيري. الاسامي الموجوده في نيجيريا في البريمير ليغ، نحكي على ناتشو على انديدي، اسامي كبيره برشا، اسامي تصنع الفارق وليتوها في الدور الاول. كيفاش فما خبر باش يعجبك انت برشا، بما انه نيجيريا نيجيريا اكبر اقتصاد افريقي، الاقوى في افريقيا، شكون الثاني بعد نيجيريا؟ شكون الاقتصاد الثاني؟ أنا نختبر في ثقافتك العامة شوي. تيلي عاد جاي. عملوا تويست في الكورة. هاي. أعطيني توب 3. عرفت توب 3. قاعد نسمع فيه مش أعطيني معلومات. شكون اللي بعد نيجيريا؟ بعد نيجيريا. فيسا. بعد نيجيريا. فيسا. جنوب أفريقيا. الثالث شكون؟ مصر. مصر وي. مصر. مصر هذا توب 3 نيجيريا، جنوب أفريقيا ومصر. بريمات المنتخب النيجيري، بما أنه الاقتصاد النيجيري وجوج هو الأقوى في أفريقيا وفي شركات كبيرة برش، أقوى اقتصاد في أفريقيا، فيه سنترال بانك، هذا ممكن البنك رقم واحد في نيجيريا، باش يمنح قداش 250 ألف دولار لكل لاعب نيجيري في حالة الفوز باللقب. 250 ألف دولار قديش يجيوه؟ ما يقارب 700 مليون 700 ألف دينار مثلا. 50 ألف دولار على كل هدف في النوكاوت ستيج في الدور الثاني في حالة الانتصار، معناها تمركي مثلا 3 بونت ولا 4 بونت في الدور الثمن النهائي ولا دور ربع نهائي وتربح، تاخذ كل 200 ألف دولار في أي مباراة تربح. فما شركة أخرى، شركة عقارات اسمها ريفولوشن بلاس بروبرتي جروب، بورتمانات هذا متاع أراضي، قلت لهم كان هزيتوا كأس إفريقيا كل ملاعبي يختار أرض في لاغوس في أبوجا في واحدة من المدن النيجيرية، عنده الحق في أرض نتفاهموا فيها، اختار الأرض وبرع على روحك. كان هذا هزيته، اختار أرض تعمل فلاحة تعمل شو تحب تبني، أرض صالحة للبناء نقول، لا مش بتاع فلاح ستيرانات انت يعمل صالحة عمل صحيح تيرابريفيت. نختم معاك وجوش، نختم معاك كانت تفكر انت اللي صار في ماتش مالي والحكم يانيسي كازويل حكم الزامبي كيفاش زفر نهاية المقابلة في زوز مناسبات. فما على وسائل التواصل الاجتماعي دارت فيديو عملوا ريميك مرة أخرى للسين اللي صارت كيفاش يانيسي كازوي زفر نهاية المقابلة في زوز مناسبات. نشوفوا مع بعضنا الفيديو هذايا بالصوت، ماذا بينا بالصوت تعليق عصام الشاويلي. أعطينا الصوت إيمان لو سمحت. حبيبي يا حبيبي يا ماما أفريكا، يا حبيبي يا ماما أفريكا، كيفاش القلب ريك صوتها؟ هذه أنا لو كنت منظر الكباير نشد فيها الحقيقة. كلهم سيكا زوي ضربته القيلة، فعما بالك المنتخب التونسي 85 دقيقة سيكا زوي. والله جابوها. عدلنا عدلنا إيمان بالله الفيديو لو سمحت بالصوت. وكرة ترجع هاكا حومة وين المنتخب هما يعملوا في ريميك 85 دقيقة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ماما افريكا، يا حبيبي والله يا ماما والله احلام لوليد يا جاني يا جاني. لا مبدعين جابوها هكاك هذيك هي انا كنت منظر الكباير نشد فيها الحقيقه. كلهم سيكا زوي ضربته القايله، فعما بالك المنتخب التونسي 85 دقيقه سيكا زوي. واللي زاد واللي زاد طرافة في الفيديو هو تعليق عصام الشوالي. ماتش نهار الاحد ان شاء الله 8 ان شاء الله ان شاء الله فيه الربح ان شاء الله. ندعيو من تو ربي يوصل ان شاء الله. انا خوفني جلانزا، انا ما فهمش ياسر في السبور، لكن هو كيفاش قال رايك؟ مانيش متفائل باش مش متفائل ميساج نتفائلوا خير. انا ما تعرفش عليه مش رايده برج ولا يخلي نروحوا مش رايده الكمرون وحرب اهليه وكذا. حتى الاولاد تو انا بخوش خم في بخوش بربي تو قاعد يستنى تقولش عليه سنة في لواج قاعد سنة في المطار فماشي طيارة لا أوقات لا فما خبي تليفونك خبي فلوسك وكا ها ما جاي نبعث الشاب لؤي يدي الشاب ميمي عطيني شكرا ليك بوغوس الرياضة بارك الله فيك من جلانزا على كل الأخبار هذية وخلينا السوري البر عشنا بها يلا نمشي وفاصل ونرجع ونكمل معاكم في ساعتنا الثانية طبعا مع صحة صغيرك. 9:30 نص نهار تبع المدام وشوف اللي صار مع وجيه الجندوبي على EFM أحلى راديو. لا 11:28 دقيقة توا وقيت صحة صغيرك. صحة صغيرك لا
ليك وحشة دكتور. ولا حتى فكيت من فمي أنا حشمت. ما تحشمش لا تحشمش مني نبدا نستنى وقتاش تعاود تجيب أحذان. ربي يفضلك. عرفتوه هذه الصوت دكتورنا العزيز علينا الكنا زبير شاطر، مرحبا بيك. باش نحكيو اليوم على دور التغذية في مواجهة الكورونا للأطفال. اي اي دونك باش نحكيوا على اول حاجه الكورونا تو تخص الصغار، شنو اللي قاعده عامله وكيفاش الوالدين بالطبيعه من باب الريسبونسابيليتي نتاعهم كيفاش ينجموا يتعاملوا مع ماكله اولادهم في الوضعيه اللي احنا فيها تو. بون فما حويجات ماذا بيا وجيه فيسع فيسع نفكروا فيها. بالطبيعة أول حاجة نفكروا اللي معناه المناعة مش باش نعملوها في نهار وليلة، هي ماكلة وهو انضباط وهو حركة هي على مدة طويلة. تبقى احنا تو في وضعية اللي ماذا بينا نستغلوها باش منها هي على الأقل فرصة باش نعاودوا ننظموا شوية ماكلة صغيراتنا ونعاودوا نخلقوا إيجيان أخرى اللي تعاون الصغار باش مناعة ديما تكون في التوب نتاعها. المناعة أول حاجة في العادة ربي يخلقها على أساس اللي يدافع على روحه، معناه الجسم يدافع على روحه واحد يسفي بالمكونات اللي تدخل البدن والحاجات اللي لازم البدن تكون متوفرة، هو يدافع ما غير حتى قلق يدافع على روحه البدن. وعندنا بريسك 70% من الجهاز هو جهاز كامل بتاع مناعة موجود عادة ويخدم من خلال المسان الخشينة والبروبيوتيك بالذات الجراثيم الباهية اللي في المسان الخشينة. هذيك 70% من طاقة الإنسان باش يدافع على روحه موجودة غادي على حسب الريشيرش اللي موجودة عنصر كبير ياسر في الأمعاء متاعنا. والآخر بالطبيعة ربي خالق الجلد حاجات اللي تدافع في الخشام متاع العبد في صدره باش يكح باش يخرج كل الحاجات هذوك سيستم زادة كامل. والداخل فما بارير أخرى، فما الكريات البيض، فما ليزونتيكور، فما سيستم كامل يخدم واحد وإحنا ما علينا إلا نوفروا له ظروف الكل باش ما يتخص في حد شيء. دونك في الوضعية العادية فيسع فيسع نفكروا زادة اللي صغيراتنا يلزمنا على الأقل 4 مرات يأكلوا في النهار، فطور الصباح، فطور القائلة، لمجة العشية والعشاء. واللي كما حكينا المرة الأخرى فما مجموعات يلزمها تتوفر في كل معناها مرة باش يأكل فيها الصغير، اللي هي أول حاجة مشتقات الحليب وتونارشوا علاش، اللي هي الخضر والغلال ولا أو خضر أو غلال ولا خضر وغلال مع بعضهم، واللي ديما موجودين هذوم، والنشويات كسوا من سيريال معناه خبز والا عجين ولا بقول وحمص فول عدس هذوك لازم موجودين في كل وجبه. وفما اللحم ولا الحوت ولا الزلاليات ولا العظم ينجم يكون في وجبك هاو موجود مش لازم في الوجبه في الوجبات الكل. وخاصة زادة فما عنصر ديما يز موجود برشا اللي هو السوائل والماء خاصة هذوما يزم يكونوا ديما موجودين. إذا هذوما موفرين عادة الجسم عنده باش يدافع على روحه. احنا في وضعية توكيما يزمنا نعطيه شوية نصائح اللي زادة نجم تفيد. اكيد كما قلنا احنا 70% من الجهاز نتاع الدفاع للجسم موجود في المسار. دونك لي بروبيوتيك شنو الحاجات اللي تنجم تنشطهم وتخليهم موجودين بكميه معقوله وتصلح للبدن. البروبيوتيك هما كما قلنا دي بكتيري نافعين في البدن، عادة نلقاهم في الياغورت، نلقاهم في الجبن، نلقاهم في المخللات معناها في الكورنيشون الحاجات اللي مملحة الملح الكل موجود فيهم هذيا لي بروبيوتيك فيهم. وفما الحاجات اللي تتغذى منهم لي بروبيوتيك اللي هما بريبيوتيك اللي موجودين في الالياف اللي ما يقبلهاش البدن، مثلا تلقاها في لي فيبر نتاع الغلال نتاع الخضر، تلقاها في القشره نتاع الحبوب، تلقاها في الفواكه الجافه هذوما لي بروبيوتيك، وتلقاهم في البصل والثوم والبراسيا فيهم لي فيبر اللي يتغذى منهم البروبيوتيك. دونك انهم يكونوا موجودين مثلا نطيبوا اكثر بالثوم والبصل والبراسيا في البريود هذه يعاونك البروبيوتيك هذوك مش يتغذوا خير.
أن كما قلنا الماكلات مثلا يجب يكون ديما موجود مشتقات الحليب أي. في البريود هذه ننزلوا أكثر عليها غرت وجبن من الحليب يكون خير خاطر يعطي أكثر بروبيوتيك للبدن. هذا العنصر له. العنصر الثاني هو الخضر والغلال. الخضر والغلال هذوما باش يوفروا الفيتامينات لي ميكرو نوتريمون اللي لازمين للصغير باش ينجم يقاوم الأمراض، خاصة عندك في الفيتامين سي. نسمع فيك مقبلك تحكيوا على المدالينا، جست حبيت نعلق على حويجك هو راي المدالينا في السواني، احنا خاطرنا ولد سواني شوية، راي المدالينا تطلع من عنا احنا بدينار ماكسيموم 500 وتوصل 3000، راهو شيء دوخ وسنين نعاني. راهو المشكلة مش في الفلاح مسكين اللي قاعد يصرف عليها برش، المشكلة في الباساج من الفلاح وين توصل الخضار. عندك برشا خضار الحق اونيت، وفما اللي ياخذ لك مثلا الصندوق الباهي وبرشا صندوق هكاك وبر ويحط لافيشاج نتاع المدالينا الغالية وهو خذها هذيك اللي خذها بدينا رخيصة. دونك لازم مراقبة كهو، راهو مشكلة مش عند الفلاحة واللي ينشر، مشكلة في السيركوي. والحقيقة علاش الحق وترتني الحكاية شوية، وي توتر خلينا نسكت على روحها، والفلاحة تخدم ومن بعد جي كان في رسمهم exactly. وقت اللي هو الباساج وقت ما بين الفلاح والبيوع هي سايرة مشكلة كبيرة، والمواطن ما نجمش يفهمها الحكاية ذي، يقول لك أنا ذاك هو خاطر عند خذار يوري فاتورة فاكتور خذا صندوق غالي برشا لو جعلي أنا والصندوق اللي غالي. دونك الحقيقة يزمها تتحل المشكلة ذيك، خاطر حتى مشيرة التغذية إذا صغير مثلا كيلو مدينة قداش في مكعب ولا قداش من في بوركين، احسب انت واحد عنده عائله وصغيرات باش يقرا وقداش شكلهم من القوارص. دونك الحق مشكله لازمها تتحل، خاطر مثلا الخضر والغلال هي اللي فيها الفيتامينات اللي لازم البدن. فيتامين سي مثلا هو اللي ينشط الكريات البيضاء باش تخدم، هو اللي الفيتامين ا مثلا باش كيف كيف يخدم على اساس باش ينشط الخلايا اللي تدافع علينا. الزنك مثلا ديما نحكيوا عليه في الوح كيف كيف هو اللي لازم يتيموس الغده باش تخلق لي سونتيكور ولي جلوبول بلون ينجموا يدافعوا على البدن. دونك هذا كل نلقاه في الغلال والخضر، في الخضر والغلال. الزنك نلقاه زاده في الكبده، نلقاه في اللحم، نلقاه في الجلجلان، في الفواكه الجافه نجموا نلقاه. وعاده كي ناكلوا ماكله عاديه نلقاه اللي لازم للبدن داك 15 ملي جرام اللي ديما نحكيوا عليهم يكونوا موجودين. فما زاد الحوت الأزرق، الأزرق اللي فيه الأوميغا 3 واللي فيه الدهنيات الباهين، وفيه زاد الفيتامين دي اللي هما زاد هذوما اللي نحكيوا عليهم الكل، هما اللي داخلين في صنع الكريات البيض معناها اللي يدافعوا على البدن وليزونتيكور. كيف كيف نغلي زاد نعاود نحكي على سكومبري ب 25 دينار شريته المدام وليمس والله نغلي عليه خاطر سي با نورمال. قداش شفناه اليوم في المارشي سنترال اقل ولا ب 25 دينار؟ قالت لي سكومبري معناها سكومبري سردينه واحد ولا عباد باش تاكل؟ كان محقور عندنا نحن سكومبري في الدار ديما نعاركم يا اخي، فما كان سكومبري وسردينه شري لنا حاجه خاطر كان رخيص بالكدا، كان رخيص وعاده التو رخيص. اما كيفاش قاعده تصير الحكايه هي اللي حاس توتر شوي. الحوت الازرق وخاصه السردينه سكومبري الماكرو كل هما فيهم اوميغا 3 وفيهم الفيتامين دي اللي كيف كيف زاد باش يعاون على البدن باش يدافع على روحه. الحمات زاد مانيش لازم نحكيوا على اللحم نعديو هذاك. وفما التوابل، التوابل زاد تعاون ياسر خاطر فيها دي زانغريديون اللي تنشط المناعه الانسان. دونك كيما قلت لك في هذوما كتاب الاكله متوازنه ومتنوشه من هذوما الكل عاده ما نستحقوش باش نزيدوا اكثر. فما حالات معينه اللي نعرفوا صغيرنا مثلا ما ياكلش بالكدا، ساعات نتلزوا باش نزيدوا دي كومبليمون، مين نحاولوا نبعدوا ياس على كومبليمون باش نزيدوه. وكيما قلت لك الدفاع نتاع الجسم ما نجموش في نهار وليله نردوه يدافع على الجسم بالكدا، يلزم خدمه ديما ومتواصله. وحتى كان نشوف الكورونا فما جراثيم اخرى، احنا الانسان في حالته العاديه مليارات الجراثيم دايره بيه. صحيح. دونك والسيستم اللي موجود يدافع بطبيعته على روحه، دونك نوفر المكونات اللي باش يخدم على روحه ورايته وبحاول ليه لابس ان شاء الله بطبيعته خفيفه. هي اللي قلت ان شاء الله ان شاء الله نقدروا عليه. صم بالله
ليه خفيفة سنة مش قوية برشا الحقيقة معناها حتى عند الصغار ريم خفيف الحمد لله خفيفة دوية عادية حتى أنتيبيوتيك ما يتلزوش عادة تمشي عطيهم وتمشي على روحها بحول الله وإن شاء الله نسمعوا كان الخير إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نسمعوا كان الخير شكرا ليك دكتور شاطري يعطيك ألف ألف صحة أو كدكتور شاطري يأكد ويعاود على تغذية الصغير اللي هي ماهيش تغذية موسمية مش على خاطر توا فما حاجة دونك صغير يزمو ياكل خضرة والغلة والبقول وكل حاجات هذوك كلها خليو ديما الوجبات نتاع صغاركم فيها هالحاجات هذه كلها وخاصة بربي نبعدوا على السكر وكل حليوي والسكر ولا يعطيك صح السكر والحاجات المصنعة عادة تنقص البروبيوتيك اللي في المسان في المسان اي تهلك الفلور بكتيريا والفلور كما قلنا راهي 70% من طاقة الإنسان باش يدافع على روحه دونك مش باش نحرموهم الصغار مريره مش قديه قديه ما مرتين في الجمعه باهيره انا مريره في القديه في بين نهار غب نهار انت صارت طلعت اكثر مني شكرا ليك دكتور شاطر يعطيك الف صحه بارك الله فيك على المعلومات هذه كلها نحن نمشيو للتونسي لقيت نتاعو ونرجعوا نكملوا معاكم انا والابناء حتى ام نشاورها يا سيدي هذه الغنية توصلنا ل 11:46 دقيقة عندي مدة نحبه يحكي على نابليون بونابرت البارح بسبب ضيق الوقت غابت علينا الفقرة هذه لكن الآن توا حالا نمشي معاك ابني البوغوس شد روحك شد روحك أيوة شهوة شهوة ديرها في عشية مع أولادي أنا. طبعا مرحبا بكم الناس الكل في شد روحك الروبريك التي تاخذ من أعظم ما فما في التاريخ من شخصيات اللي كان لهم دور كبير في حياة البشرية بشومهم بلومهم وجوج لا محالة أما دزوا معانا كمام الإنسان ساعات فيه اللي يعيش حياته إركروز وفما اللي أصلا ما عندوش الوقت باش ياكل كيما السيد اللي باش نحكيه عليه اليوم ما نعرفوش نية الفرق اللي ما بيناتهم أما اللي نعرفوه اللي فئة يقعد اسمها في التاريخ والكاتيجوري الأخرى جاية تعبي في الوسط وبرا كيما نقولوا نحن كومبارس كيما قال نيتشه atteindre son idéal c'est le dépasser du même coup السيد نتاع اليوم اقتراح من امنا وجوج وفي انتظار تشوفوها في الابولو لو 29 هاكم اليوم نابليون في اي اف ام هاي سيدك بسيدك الفيش تكنيك نبدأه بسنة الإصدار اللي هي 1769 المكان في الكورس الطول 168 يوضع سره في أقصر خلقه الميزة ما يطولش نهارة اللي باش يتسلم السلطة يولي أمبرور دو فرانس نهار 2 ديسمبر 1802 الباب خذ في خاطر وجاء من روما وخلى الفاتيكان تاعه وليه يبكى الفازات ذوكم وكل بشي لبس وبشي عمل وديكوراسيون السيد ما عم باله بحتى حد فكلوا التاج من يده لبسه وقالوا يلا أخويا شكر الله سعيك وهو كاتكلم ساعات كان حاجتك بحاجة طل يحكي وزادة لشيف متاعه اللي عاشوا معها قبل ما يموت للي توفى ما يعرفوش شنو الطبق المفضل متاع نابليون شنو الماكلة اللي يحبها بور لا سامبل يونيك ريزون ما يعديش فوق الطاولة أكثر من 5 دقائق واجه 5 دقائق بركة يرحل الدنيا الكل ذكرني داير في فئة من المجتمع متاعنا كيكة في رمضان 5 دقائق وتلقاهم سيئ أنت تسمع في التلفزة الحق والوكيل القوي هو ديجا المعون بدأ يشقشق عنده أسماء الله الحسن وسيئ رحلت الطاولة مشيت على روحها لا دخلت لي في حاجة ما عادش نجم أنا منش مسؤول عليك راه الفازة اللي صارت المرت وبعد ما صارت الحكاية هذية وتثبت عكس الرواية انه بعد ما طلقوا زادت 36 كيلو في 6 أشهر المغبونه كانت ما تاكلش 5 دقائق مازلت تخمم تبدا بالصلاه والا بالشوربه اي دايور بور لا ميم ريزون بعث لها جواب دون سو سونس قال لها يا جوزيفين هك هزيت صحتك والدم جري في وجهك اي كيفاه جاوبت جوزيفين بالطبيعة دون سو سونس وقالت له كأي زوجة فرنسية تحترم نفسها قالت بحرفيا معناتها ارتحت من منظرك يا عتبة يمتع 5 دقائق ومن بعد حطت هاشتاج الكروسة هاشتاج لوتريش
هذه حطيتها النقطة هذه. أي نعم نقطة مظلمة شوية في تاريخ نابليون، ولكن حطيتها جست للعباد اللي قارين تاريخ فرنسا يعرفوا مليح شنية اللي صار في الكروسة مع البرانسيس متاع لوتريش. كانت فرجته في فيلم تيتانيك، صارت حاجة تشبه كيف كيف. نكملوا تحب شكرا ليك خلت لي في خصوصيات الرجل لا يرحمه دخلي في الكروس مش نورمال الحكاية. شكرا ليك راجل، أنا صدقني مع نطلب منك حتى صحشية باش تقدم لي على خاطر أمورك مش ولا بد. أنا فرحان فرحانة برشا برشا من قبيلة، وأنا نشوف في المونجيل نستنى فيه ضيف نحبه على الأخر الحقيقة متاع ربي عمري ما قابلته، لكن نسمع برشا صوته وغنياته نحبهم على الأخر اللي تخي دي فيغان، ونتفرج في لايفات ساعات متاع الناس اللي تبرتجي له حضوره الركحي الرائع والجميل. حليم يوسف في صباح النور. صباح النور وجهة أحلى وسهلا. مرسي مرسي مرسي، ملا مقدمة وملا عيش. أنا فرحانة بيك برشا، شرف لي عايش. ربي خليك يفضلك. دونك باش نحكيو معاك شوية على السينجل الأخراني تجري اكزاكتمون تجري ما تلحق تجري ما تلحق. هذاك وضعنا تو في تونس، هذاك وقعنا. دونك جيت في وقتها يدور لي. جيت في وقتها. على شنو تحكي الأغنية؟ والله تحكي على الخوف اللي يزرعوه فينا من الصغر اللي نكبروا بيه ومن بعد تتشكل بيه عقد في المجتمع متاعنا اللي خليونا نحن تو في الحالة اللي احنا فيها. دونك وكل واحد ينتربريت سا فاصون، معناها اللي يحب يفهم يلقى روحه تمثل اللي معنا. يجي قدو يلبس هذا هيك اي مريه للبرشا البرشا ناس. اكثر من 30 الف مشاهده على اليوتيوب اورجانيك. توا بدينا توا بدينا نسبونسوريزيو فيها، اما النهارين الاولادين طلعت على الاخر ولقات سكسي. ونحيي الشعب الجولترا والعباد اللي تشجع فينا، ميرسي بوكو، كلهم يعطيكم الصحه. ورقم اللي ما نلقاوكش برشا في الاعلام حاليا، ما نشوفوكش ياسر في البرامج الاذاعيه التلفزيونيه، ما تحكيش على اغنياتك يمكن حتى على التوجه الفني، لكن معروف، لكن العباد تتبع فيك وجمهوركم تبارك الله عريض وواسع رغم اللي تعملوا في حاجه ديفيرونت. شنية ثنية المشهد العالمي ما يحب حاجات معينة على البوز على حكيتك برشا عبيد بنطي المشهد العالمي شردو على السنة الفكار ربي عينهم وربي عينهم احنا ونعملو تولي فاسون دفع على شوية زيادة تريد تبقى شوية ديسكريسيون نحاول نصلحوا الوضع. عدد عمرك وانت تيجي عمرك ما دخلت بي فاتك زمان وانت ما تدري تحكموا فيك عايشوك عبيد. يا عدد عمرك وانت تيجي مازال ما فما شي جديد اخترت تريقك على ذكري بعد اشتعارك احرام وحلال كله صيب يا عدد عمرك وانت بعد ذكر كل شي راح بشي جد بشكل بشكل طاق يدك عليش تيجي لي مازال حد يا عدد عمرك وانت ريكا والفترانات بخمسة الاف الساعة الراس بخمسة بما انك انت ديفيرون بالحق وقاعدين نسمع تابيل الموسيقى من الصغر الخف في قلبك ساكن تراكن يا ويلك النار يا ويلك العار والمشاكل بارك الله اسميهم يا ويلك الاخيك في الساحة الفنية اللي خذوا الطيارة ومشيوا للامارات باش يقريوا باش يخدموا وحسيناها اللي الحكايه هذيك خساره كبيره للبلاد. شنو رايك انت يا حليم؟ هجره الادمغه هذيك في الدومين الكل مش كان في الموسيقى يضر فيه خاصه في الموسيقى في الموسيقى خاطر مهملينهم هنا ومش عاطينهم حقهم والمين ستريم باش ما نسميوها حاجه بسم المين ستريم ماخذ كما قلت لك مغطي المشهد الاعلامي ومغطي المشهد الموسيقي بصفه عامه بيكون عباد ما عادش تلقى ما تاكل ما
بس نورمال باش يهزوا رواحهم ويمشيوا الامارات وين فما خلاص احسن. نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يرجعوا لنا بحاجه ما خير وكاو ان شاء الله. جوستمون ان شاء الله خاطر هما بيدهم دابخي ما نعرف شويه اسماء حتى الموسيقى نتاعهم زاده مختلفه حتى نوعيه التوجه نتاعهم زاده الموسيقي مختلف وما لقاوش حظهم مش ماشيه في الايفال على المينستريم هو اللي قاعد ياكل في كل شيء معناه اللي حاجه تشبه لجات راب لجات بوب اللي مانيش فاهمينها اللي نسمعوا فيه تو لا تفهموا راي بالاوتوتيون لا تفهموا حتى شيء الخليط هذاك اللي قاعد يمشي تو اللون الطاغي تو هذاك هو اللي طاغي تو على الاخر وذاك الذوق العام معناها وشنو طالب دونك اي اما ذوق العام نحن لي زارتيست ما يلزمناش نعطيو للبوبليك شنو اللي فوالا احنا نورمالمون فوالا انا ارتيست ما يلزموش هو بالعكس يلزمو يخلق حاجه ويفرضها مش يفرضها على الببليك اما يفرضها ومن بعد الببليك بصفه عامه الذوق بصفه عامه ومن بعد الببليك الى لو شوا بين الاوتوتيون وبين اللي يحب يسمعوا معناها دونك بعد تجري ما تلحق ان شاء الله فما الالبوم كان نحكيو عليه وي الالبوم معنا كاسيا برودكسيون حييهم خدمنا على البوم من قبلكم من اللي بدا الكوفيد ان توكا خذا برشا وقت ونعتذروا للفان خاطر استناوه برشا الالبوم ان شاء الله لو 15 مارس على لي بلاتفورم ديجيتال كل بعد يورا ان كونسير ان غران كونسير نتاع لونسمون د الالبوم وقتها يورا لي البوم لي سي دي فيزيك وفينيل والمراول والجو الكل تلقاوه يتبعوا على الباج نتاعنا قلت راه ساوند سيستم باند وعلى الانستغرام كيف كيف قلت راه يتبعوا سخون كورون معناها باللي ديتاي هذوما الكل والكونسير خممتوا وين باش تعملوه بور لانستون بور لانستون اون ازيت بين بون فماش برشا شوا فما مدينه الثقافه يقول لي وي انا ماذا بينا نحتفلوا معناها مدينه الثقافه ما يحتفلوش برشا دونك نشوفوا معناها قاعدين نشوفوا يا في محل خاص ولا اما يكون كونسير كبير وان شاء الله كلكم باش تكونوا مستدعين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك على حضورك بحضينا يعيش بارك الله فيك شكرا حليم اليوسفي كنتوا تسمعوا فيه من بعد نسمعوا لكم شويه من الغنيه تجري ما تلحق بالتوفيق والنجاح ميرسي بوكو ومحليكم عايش كلكم جروب ياسر ياسر محليكم ميرسي بوكو معك انت نكون وصلنا لاخر حلقتنا حليم دونك شوفوا كيفاش كانت الاجابات نتاعكم على السونداج انكم فيه تونسي يحضر ويعمل ميزانيه خاصه للسولت اي ولا لا 19 كاملين بالمئة قالوا اكيد 81% طبعا قالوا لا شكرا لكم ابنائي الاعزاء راجح لؤي علي بارك الله فيكم شكرا لامين ابو غنجه في الاعداد نور بولابيار في الإخراج إيمان مالكي سليم بن حمزة في EFM TV نهار الاثنين إن شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت نقولكم بون ويكاند شاية طيبة برشا بوسيتة